الثالث من تشرين الأول أكتوبر 2019. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. في العراق يرزح الناس تحت عبء أوضاع اجتماعية صعبة، لكن هل هناك من يتاجر بأوجاعهم خدمة لمصالحه السياسية؟ تظاهرات العراق نضعها الليلة تحت مجهرنا لنرى المشهدية كاملة. نتنياهو في مأزق كبير، اتفاق مع غانتس ومحاكمته سارية، وحتى الآن لم يجد من يضع يده بيده لتشكيل الحكومة، ويبدو أن ليبرمان أيضا لن يكون خشبة خلاصه. الشكل الخارجي، هل هو مرتبط بثقتنا بأنفسنا؟ معلومات مثيرة نتشاركها معكم لتعزيز تقدير الذات وتقبل عيوبنا. بالتنقل والترحال والمغامرة يواجهون العالم، كيف يرتاح مدوني السفر في عدم الاستقرار؟ في المشهدية نذهب إلى كواليسهم ونسأل كيف يمضون أيامهم. تظاهرات في العراق، فلنكن واقعيين، ليس العراق دولة مثالية من حيث التقديمات الاجتماعية ومكافحة الفساد، ولا حتى في سير عمل حكومته ومؤسساته الرسمية. فالواقع الذي يثقل كاهل العراقيين مستمر منذ عام 2003 عندما اجتاحه الأمريكيون ودمروا كل بنية الدولة فيه. الحكومة مطلوب منها العمل أكثر وإصلاحات فعالة. هاي مظاهرات الشعب وليس مدسوسة، هذا الشعب كله دار وما منها مع الملة تغيير الحكومة. هذا الشعب دار ما من وراها إلا تغيير الحكومة، لأن اعطيناهم فرصة سنة وسنتين ظلوا يضربون برأسنا. احنا الشعب دار ما من وراها حزب. إنما ليس العراق أيضا واحة بعيدة عن تجذبات محيطه، فالأمريكيون موجودون على أرضه ووجودهم سهل لإسرائيل قصف منشآت للحشد الشعبي، والسياسات الإقليمية يبدو العراق أيضا ساحة لها، فعندما تفشل أمريكا وحلفاؤها في مكان يعيدون تصويب الأنظار نحو مكان آخر، وهذا المكان هو العراق. وما يثير الريبة حقا تحول الشعارات المطلبية والسلمية بسحر ساحر إلى شعارات مرفقة بمظاهر عنف لإسقاط النظام وإلحاق الضرر بإيران. لو مو ممنوع تجوال زين ولا أقسم بالله ما راح نتراجع، نطالب بأبسط حقوقنا. بأبسط حقوقنا. هاي قنابل إيران. زين ولا شوف أنت، والله من قنابل إيران. والله من عدة بابا. يضربونا بيه. ذني تدري شنو؟ عدة تدري شنو؟ كأنما وردة مقدمني. هذا كله فداء للوطن. تلك المشهدية، نحن سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولا، من أنزل الناس إلى الشارع في العراق؟ ثانيا، كيف تستمر تلك التظاهرات؟ وثالثا، أي هدف إقليمي يحققه البعض في إشعال الساحة العراقية؟ نجيب على هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو سيد زيد العيسى الباحث في الشؤون السياسية، ينضم إلينا مباشرة من لندن. مساء الخير وأهلا بك أستاذ زيد. مساء النور وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. صراحة في أسئلة كثيرة، يمكن نحن ذكرنا ثلاث محاور للأسئلة، بس في كثير من الأمور التي يجب أن نفهمها حول ما يحدث الآن في العراق. وربما السؤال البديهي سيد زيد في البداية، من أنزل العراقيين إلى الشارع؟ هل فعلا هناك نزول عفوي رغم أنه غير منظم لا يمتلك قيادة، أم هناك تخطيط ما، غرفة عمليات ما تقوم بذلك؟ في الحقيقة يجب أن ننتبه دائما أن العراق فيه مظاهرات دائمة، وهذه المظاهرات تشتعل بصورة أقوى وبصورة أقل، ولكنها دائما مرشحة للاشتعال، لأن الأرضية هناك مهيئة، والأرضية هي منذ 2003 لحد الآن تعاقبت حكومات عديدة، وكانت حكومات منتخبة وتطلع الشعب خيرا بها وأراد لها أن تتعامل بعيدا عن الفساد والمفسدين وتقوم بالتعمير والبناء، وكانت فعلا هناك حروب، ووقف الشعب العراقي مع هذه الحكومات في الظروف الاستثنائية، وخرجت المرجعية وطالبت الشعب العراقي بالدفاع عن العراق في الفتوى الشهيرة في الحرب ضد داعش، وقبلها كانت القاعدة، وقبلها كان النظام السابق. كل هذه الظروف اعتبرت ظروف استثنائية تجاوز فيها الشعب عن الفساد والمفسدين وعدم الإصلاح وانهيار البنية التحتية نتيجة للخطر الذي يداهم الأمن الوطني. والمرجعية كانت واضحة عندما قالت
كلمتها المشهورة: لقد بح صوتنا من النداءات للحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين. المرجعية أغلقت أبوابها بوجه السياسيين والأحزاب السياسية. الانتخابات التي كان يعول عليها الشعب ودافع دماء غزيرة لدعم الديمقراطية والإصلاحات والبناء ومحاربة الفسادين لم تنتج، بحيث أن الانتخابات أفرغت من محتوى الديمقراطية، أفرغت من محتوى. نحن نعرف أن رئيس الوزراء الحالي لم يشترك أصلا هو في الانتخابات، والكتل السياسية جاءت به كرئيس وزراء تسوية، والرئيس الوزراء السابق العبادي جاء ب5000 صوت نتيجة لتدخلات خارجية وإصرار أمريكا كذلك. فهناك تدخلات في الانتخابات العراقية، وهناك رؤساء الكتل الذين يتدخلون في انتخاب البرلمان. إذن الواقع ليس مثاليا، هذا أمر لا يمكن إنكاره، إنما هل هناك شبهة معينة تجدها في تلك التظاهرات اليوم؟ أنا في الحقيقة ما دام أن الحكومة لن تنتبه لجماهيرها وقاعدتها الأصلية التي انتفضت للدفاع عن الديمقراطية والانتخابات، وأن الكتل الحاكمة، بل أقول أن رؤساء الكتل والعوائل الحاكمة تحولت إلى إقطاعيات وإلى عصابات تحكم، وفيها يسيطر رئيس الكتلة على البرلمان، ويتحول البرلمان إلى مجرد ديكور، وتتحول الوزارات إلى دكاكين تباع وتشترى، والمناصب تعطى للأبناء والزوجات والبنات وبقية أفراد العائلة. الشعب سوف ينفجر في أي لحظة. العراق مستهدف، وكان الأجدى بهؤلاء الكتل السياسية بعد 16 سنة أن تكافئ هذه الجماهير التي وقفت ضد الإرهاب والإرهابيين، وقفت ضد التدخلات الخارجية. مستشفيات لا توجد في العراق، مع أنه أغنى بلد في العالم. المستشفيات تتحول من مستشفيات عامة إلى مستشفيات أهلية يديرها أبناء وبنات المسؤولين. المدارس تتحول من مدارس عامة إلى مدارس خاصة يديرها المسؤولين. وكذلك الماء في العراق، البصرة على شط العرب لا توجد محطة تحلية لمدة 16 سنة. أي إن المغذي العام للعراق، البصرة والممول للعراق، لا يعطى حتى كهرباء. هذه ليست فقط مسألة لا مبالاة ولا اكتراث، هذه تعتبر إهمال متعمد، ومن يقوم بها هو يقف أصلا ضد العراق وضد جماهير العراق، ولا يراعي كذلك مسألة أنه العراق مستهدف. طب. وأن أمريكا تريد أن توقع فيه. تفضل. لأنك تتحدث عن مسألة الاستهداف الأمريكي للعراق، ما رأيك أن نبحث أكثر في ذلك انطلاقا من البيان الذي قدمته السفارة الأمريكية في العراق، وتحدثت فيه عن أنها لا تريد العنف وتريد لهذه التظاهرات أن تبقى سلمية، ولكن هل فعلا تريد ذلك؟ سنذهب معك الآن سيد زيد إلى غرفة التحقيق لنحقق في بيان السفارة الأمريكية. إلى غرفة التحقيق مشاهدي. أهلا بكم إلى غرفة التحقيق في المشهدية. مشاهدينا، السفارة الأمريكية في بغداد دعت الأطراف كافة إلى نبذ العنف مع ضبط النفس في الوقت نفسه. هذا البيان للسفارة أكد أن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف، لكن سرعان ما عنفت تلك التظاهرات وارتفعت حصيلة الضحايا. فهل هذه الدعوة الأمريكية حقيقية؟ سنحقق معكم مشاهدينا في غرفة التحقيق في هذا الكلام الأمريكي، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ وسنبدأ من تصريح ملفت جدا. فمع بدء التظاهرات في بغداد والمناطق العراقية، عاد سريعا إلى ذهن العراقيين كلام الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي نهاية شهر آب أغسطس الماضي. الخزعلي قال بوضوح إن التظاهرات ستندلع في شهر تشرين الأول أكتوبر، وهو ما نشهده اليوم، وقال إنها تهدف إلى إسقاط الحكومة بسبب مواقفها من إيران ومن صفقة القرن. نشاهد ماذا قال. ذلك رغبة خارجية في تغيير الحكومة لأسباب كما ذكرت علاقة بصفقة القرن، وأنه موقف العراق السياسي كدولة وكحكومة كان رافض وضد موضوع صفقة القرن، وبالتالي لابد من تطويع هذه الحكومة. فهناك عمل يجري الآن من بعض أطراف سياسية محلية، جزء كبير من عندها لأسباب داخلية، على أن يكون شهر 11 هو اللي هو الثامن مع مرور سنة هو موعد تبديل الحكومة،
وهذا راح يجري مع خطاب إعلامي تصاعد ومظاهرات. مظاهرات ستجري مرة أخرى، ستنطلق في الشهر العاشر. سجلوا هذا الكلام، نعم. ونبوءات هذا الكلام، هذا الكلام معلومات. وبالتالي هاي قضية المظاهرات اللي تطلع وتسوق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أنها رأي عام وأنها تفاعل جماهير، بالحقيقة المحرك لها هي أطراف ذات دوافع سياسية. إذن هذه معلومات، وفعلا هذه المعلومات صحت، فقد بدأت تظاهرات احتجاجا على الواقع المعيشي والمطالبة بمحاربة الفساد. يعني هذا العراق 40 مليون ما بهم بس دول الألف الموجودين أو الألفين الموجودين المتحكمين بينا ويسرقون بينا، صار لهم 16 سنة، شنو فرقهم عن صدام؟ شوفونا، شوفونا شارع مبلط، شوفونا مدينة بها حاف، شوفونا أعمار، شوفونا تعيينات، شوفونا خدمة للمواطن، كل شيء ماكو. إذن بدأت تظاهرات احتجاجا على واقع معيشي، لكن سرعان ما تحولت بسحر ساحر كل تلك الشعارات إلى ردود لإسقاط النظام لمعاداة إيران واتهامها بقمع التظاهرات. جاي جد في الشوارع العالم، ترون الشغل ما كعمل، ترون ما كان تجي هنا الظاهر كتلوك، طلق جاي يضربوك حي. كلهم إيرانيين جاي يحكي بالفارسي. تريد تحكي يحكي بالفارسي، ما في عراق، العراق ما يضربك. إذا المسألة تحولت إلى شعارات مختلفة تماما، وهذا ما يثير الشك. ذاكرة العراقيين ما زالت مليئة بالأحداث المشابهة، فقد حذر البعض من تحويل هدف التظاهرات كما حدث قبل 5 سنوات حين استغل داعش اعتصاما مطلبيا للتغلغل أكثر في المحافظات الغربية. احذروا الأيادي الخارجية كي لا تقعوا بما وقع فيه إخوانكم من المحافظات الغربية في السابق، وتحقيق ما يتمناه الذين لا يريدون للعراق الخير، الإرهابيون وأذناب البعث المقبور والخارجين عن القانون. وكما نذكر قبل عام انطلقت تظاهرات في البصرة جنوب العراق احتجاجا على قطع الكهرباء، سرعان ما تحولت حينها إلى أعمال عنف وشغف استهدفت المنشآت العراقية والقنصلية الإيرانية. لكن لماذا تبدو الإدارة الأمريكية غير راضية عن مواقف العراق وتريد إسقاط حكومته؟ لذلك سنستعرض معكم بعض المعطيات بالعودة إلى الوراء. في تموز يوليو مشاهدينا الماضي في هذا العام، حذرت وزارة الخارجية العراقية من تداعيات التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، ومن أن نتائجها يمكن أن تكون كارثية على دول الجوار بأكملها. في الشهر نفسه أكد وزير الدفاع العراقي للمبعوث الأمريكي الخاص في العراق والسوريا أن العراق لا يسمح باستخدام أراضيه للهجوم ضد دول الجوار والمنطقة. أيضا في تموز يوليو أعلن رئيس الوزراء العراقي رفضه صفقة القرن، وأكد أن العراق يقف مع الشعب الفلسطيني من دون أي شروط أو تحفظ. كذلك رفض العراق الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي لأنها تزيد التوتر في المنطقة. أيضا رفض العراق اتخاذ موقف سلبي من أنصار الله، ودعا إلى حل سلمي للأزمة، ورفض اتهام إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآت أرامكو في بقيق، ونفى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي أن تكون الطائرات المسيرة انطلقت من بلاده. إذن هذا التحقيق يدلنا مشاهدينا إلى وجود أيادي تريد تغيير مسار التظاهرات وتدفع بها إلى العنف، والشواهد السابقة هي خير دليل، رغم طبعا أحقية المطالب المعيشية. وإن كانت السياسية أو السياسة لا تحتمل الصدف، فإن الولايات المتحدة تبقى المتهم الأول في محاولة استغلال تلك التظاهرات لضرب استقرار العراق. وبالتالي فإن الدعوات الأمريكية لنبذ العنف في التظاهرات في الشارع هي دعوات غير صحيحة. نختم الآن غرفة التحقيق ونعود من جديد إلى ضيفنا سيد زيد عيسى من لندن. سيد زيد، أمام كل تلك المعلومات التي أوردناها الآن، في مسألة هامة هي دائما انحراف التظاهرات عن مسعاها الحقيقي، كيف ترى ذلك؟ كيف ترى تكرر يعني تكرار تلك التجربة، كان في البصرة أو حتى في تظاهرات الأنبار في وقت سابق؟ هل فعلا هناك طابور خامس يعمل لحرف هموم الناس ويعني كل ما يريدونه على المستوى المعيشي لأهداف أخرى عنفية؟
في الحقيقة صحيح أنه هناك دائما محاولات لسرقة هذه المظاهرات المطلبية واختطافها وتجهيرها، ولكني دعني أقول أن من سبب وجود الأمريكان والذي لا يريد أن يخرجهم إلى الآن، مع أن ترامب كان واضحا عندما زار القوات بدون أي رخصة قال هذه القوات الأمريكية موجودة لمراقبة إيران والتدخل في سوريا، كان اعتداء واضح وصريح على سيادة العراق. ولكن الشعب العراقي الواعي ينظر أن حكومته السابقة هي المسؤولة عن إدخال وإفساح المجال كذلك للسعودية للتدخل بصورة مباشرة في العراق، بل طلب منها تكرارا ومرارا والذهاب إلى السعودية ودعوة السفير السعودي ثامر السبهان للمجيء للعراق والبقاء في العراق، مع أنه يهاجم الأمن الوطني العراقي ويتدخل في مسألة الحشد الشعبي ويتدخل في إدارة المعركة، بل كان يقول توجهوا للموصل واتركوا الفلوجة، ويتهم الجيش العراقي والحشد الشعبي بالطائفية. وسكتت الحكومة العراقية لمدة سنة وهو يزرع الفتن ويثير الفتنة الطائفية في داخل العراق. واعترف الجعفري عند ذهابه لأمريكا قال إننا، وهو يشتكي للمسؤولين الأمريكيين يقول لهم مع كل هذا التدخل السعودي الفج والفتن نحن نغطي على السعودية حتى لا يثور شعبنا ويطلب إغلاق السفارة وطرد السفير السعودي حتى نحافظ على العراق على العلاقات مع السعودية. الحكومة العراقية تضحي هي بشعبها ومن أرسل المفخخين والمفجرين إلى العراق وإلى سوريا، ومن مول ودعم داعش باعتراف السلطات الأمريكية من كلينتون إلى بايدن إلى أوباما، وهي تضحي مجرد لطلب رضا وطلب رضا السعودية. نقطة واحدة أخيرة، أنت ذكرتي نقطة واحدة أخيرة، ذكرت البعض يقول إن النظام السابق كان أفضل، وهذه النتيجة التي نخاف منها. إنما تقوم به الحكومة من السكوت على الفساد والمفسدين هي تعطي أهم سلاح، سلاح لم يستطع النظام السابق أن يصل إليه، وإنجاز كبير بالقول إن هذه العملية فاسدة وهؤلاء مفسدين. وكذلك مسألة الدين والتدين والقومية، هذا الذي يتخطون به هو سوف يستخدم سلاح ضد الدين وضد التدين وضد القومية، لأنهم يتشبثون بها ولا يقومون بأي إنجازات. على المستوى على الأوسع من العراق سيد زيد، نحن نعلم أن التأثيرات الإقليمية كبيرة جدا، إلى أي مدى الآن هذه التظاهرات برأيك تريد أن أو في طرف يريد تأجيجها، خصوصا الطرف الذي تأذى من استهداف أرامكو من عملية نصر من الله؟ يعني في تحولات كثيرة في المنطقة الآن تحصل تؤذي أمريكا وحلفائها، إلى أي مدى هذه التظاهرات تريد أن تحرف الأنظار عما يحدث؟ التظاهرات مركبة، التظاهرات مطلبية، لأن الشعب سأم من هذه الطغمة الحاكمة، سأم من سيطرة رؤساء الكتل وأبنائهم وبناتهم، سأل من عيشهم في القصور، قصور صدام، دعهم يخرجون من هذه القصور، دعهم يبعدون المفسدين وهم يعرفونهم، دع عادل عبد المهدي يقوم بتخفيض رواتب النواب وتحويل مجلس النواب إلى إدارة تمثل الشعب، دعه كذلك يخلص الوزارات من المفسدين، والشعب يريد أن يقف في وجه المخططات الأمريكية والسعودية. بالفعل العراق يعاقب نتيجة سياسته ونتيجة وقوفه ضد مسألة فرض العقوبات على إيران، نتيجة رفضه للانضمام إلى التحالف البحري العسكري الذي أصر ترامب على أن تدفع السعودية ثمنه، وهي كذلك تطلب القوات وتطلب التسليح وتمول ترامب لحملته القادمة، نتيجة لأن العراق رفض مبدأ أن الطائرات انطلقت من أراضيها وانطلقت من إيران. العراق يعاقب لأن السياسيين لم يحصنوا أرضيتهم، وخصوصا المناطق التي هبت ضد داعش. هذه المناطق تعاني من الفقر والجوع وعدم الاحترام، وتعاني من تمادي المسؤولين الذين يعيشون في عالم آخر وفي دنيا آخرة دنيا أخرى، ويستثمرون كل أموالهم مع أبنائهم وعوائلهم خارج العراق. يعني انطلاقا من كل ذلك، أنت كيف ترى أن تلك التظاهرات ستستمر؟ هل ستصبح عنفية أكثر؟ هل نخشى على تدهور للوضع الأمني بشكل كبير؟ كيف تقرأ يعني مسار تلك التظاهرات للآن؟
أنا في رأيي أن المسألة كانت كلام المرجعية واضح أن هذه هي حكومة الفرصة الأخيرة. يا سياسيين اسمعوا، يا سياسيين انتبهوا، وهي أعطت الضوء الأخضر لرئيس الوزراء السابق أضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين. نريد مستشفيات، نريد مدارس حتى تستطيع الحكومة أن تتصرف وتقف في موقفها القومي الذي يدافع عن الأمن الوطني العراقي، وكذلك يدافع عن سوريا ويدافع عن لبنان ويدافع عن الأمة العربية والإسلامية، ولكنك لا تستطيع القيام بذلك إذا كانت جبهتك الداخلية ممزقة، ومن يحكم العراق أناس فاسدين ومفسدين. هؤلاء فقط يريدون المصلحة الداخلية. رأيي على عادل عبد المهدي أن يستغل هذه الفرصة ويضرب بقوة الفاسدين والمفسدين، يبعدهم من حكومته ويعين وزراء أكفاء ويطرد كل من يسكن القصور الرئاسية وكل من دخل البرلمان بالتزوير، يقوم بطردهم. وهذا وهنا سوف تحتضنه الجماهير وتحتضن مواقفه وتدعم وتؤازر مواقفه القومية والوطنية. شكرا جزيلا لك سيد زيد العيسى الباحث في الشؤون السياسية على انضمامك لنا من لندن. مشاهدينا قبل أن نختم مشهد ساخن، ما رأيكم أن نطلع قليلا على الفاير تشات الذي تم توقيفه في العراق؟ ما هو هذا الفاير تشات وما هو يعني ما هي ارتباطاته بإسرائيل؟ نشاهد سويا. إذن هذا تطبيق مسجل ملكية للهواتف الجوالة من إنشاء شركة أوبن جاردن عام 2015 تم إنشاؤه. يستخدم تطبيق شبكة لاسلكية لتمكين هواتف الجوالة من الاتصال من دون حاجة إلى الإنترنت، وأيضا هو أداة اتصال في بعض الاحتياجات المدنية، وبات شائعا عام 2014 في العراق بعد فرض الحكومة قيودا على استخدام الإنترنت، ومعلوماته مرتبطة مباشرة بإسرائيل، يعني كل الداتا التي تجمع عبره مرتبطة بإسرائيل. وهذا أيضا يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خرق إسرائيل لتلك التظاهرات، خصوصا أننا شاهدنا مثلا إيدي كوهان على موقع تويتر يدعم تلك التظاهرات ويقول بأنه يجب على العراق أن يطرد الوجود الإيراني فيها. يعني هناك تدخل إسرائيلي حتى على مستوى دعم تلك التظاهرات لتصبح عراق ضد إيران وتنحرف عن مطالبها المعيشية الاقتصادية الاجتماعية المحقة. نختم الآن المشهد الساخن ونذهب إلى المشهد السياسي. مشاهدينا في المشهد السياسي سوف نتحدث أكثر عن إسرائيل اليوم، خصوصا مع وجود يعني تعثر في تشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الإعلان عن انتخابات مبكرة وتمهيدية سريعة سيؤدي إلى الوحدة حول قيادته عكس كلام المعارضين. في المقلب الآخر أعلن القطب في التحالف أزرق أبيض يائير لابيد الخميس عن استعداده للتنازل عن اتفاق التناوب الموقع مع رئيس الحزب بني جانس بشرط إقامة حكومة وحدة وطنية. أما جانس فاتهم بدوره نتنياهو بممارسة اللعب وجر الكيان إلى انتخابات جديدة. اجتمعت مع نتنياهو مرتين، لكن انطباعي أنه يحاول جري نحو لعبة من المتهم بدلا من الاهتمام بمواطني إسرائيل. لم آتي إلى السياسة حتى ألعب. الأمر الصواب والجيد هو أن ينشغل رئيس الحكومة بمواطني الدولة وليس بلوائح الاتهام. إذن هذا بالنسبة لما قاله بني جانس. الآن سينضم إلينا زميلنا ناصر لحام مدير مكتب الميادين من فلسطين من بيت لحم لنتحدث معه عن موضوع الحكومة الإسرائيلية وتعثر نتنياهو وكل ذلك ومواقف الائتلاف. ليبرمان الآن منذ بعض الوقت أعلن أنه لن ينضم إلى الحكومة، صحيح ناصر؟ هذا صحيح، لأن كل اللعب بيد المستوطن أفغادور ليبرمان. هذا المستوطن الروسي يتحكم الآن بكل اللعبة. جانتس يملك النصف ونتنياهو يملك النصف، لكن لا يجتمعان. ويمكن القول بأن إسرائيل دخلت اليوم إذا اجتمعت الكنيسة 22 والتأمت لأول مرة. الكنيسة دخلت في مرحلة تسمى ما بعد الحكومة. ما بعد الحكومة هي أن نتنياهو على الفور طلب اجتماع انتخابات داخلية في الليكود برايمرز لكي يكون هو رئيس ومرشح في الانتخابات الثالثة. بدأ التحضير للانتخابات الثالثة، وهذا يدل على استماتته على البقاء في الحكم. وأريد أن أذكر لنا بالأمس أخذ معه 10 محامين دفاع
لكن النيابة العامة استحضرت 20 محقق وعشرة آخرين مستشارين قضائيين، 30 محقق وقفوا في وجهه في ملف 1000 و2000 و4000 التي يجب أن يسجن بتهمة الرشوة والفساد فيها. وبالتالي هو يدرك تماما بأنه يريد أن يتلفح بعباءة اليمين والمستوطنين المتطرفين، لذلك طلب منهم اليوم التوقيع وذهبوا ووقعوا كالخراف الأحزاب المتدينة والمستوطنين على أنه هو الذي يمثلهم في الانتخابات القادمة. نعم. إذن نحن سأصبحت تشكيل حكومة ورعنا إلا إذا وقعت معجزة وأنه ليبرمان يصبح هو المتحكم باللعبة وربما رئيس الوزراء، وهذا شيء نظريا موجود عمليا مستحيل. صحيح، لذلك يبدو سيناريو الانتخابات ذهاب إلى انتخابات مبكرة ثالثة هو السيناريو الأقرب رغم معارضة غانتس لذلك. لغاية الآن هو يتحكم بالخيوط القديمة نتنياهو، من مصلحته أن تستمر الحملة ويستمر هو رئيس وزراء لغاية شهر 1 2020 إلى حين تتم الانتخابات في 21/1 بالفترة القانونية، وبالتالي هو مد في عمره في رئاسة الوزراء ومد في منصبه أشهر عدة لحين أن تحدث معجزة. ارتبط مصيره بمصير ترامب، ارتبط مصيرهما بصفقة القرن، ورأينا بأن الرياح قلبت قدورهما وأن فقدا السيطرة على الأمور. من كان يظن بأن الأمور ستأتي بهذه الطريقة، هناك انقسام في المجتمع الإسرائيلي، هناك حدة شديدة جدا وخلط للأوراق في التعامل، ولكن كل ما نرى كل ما نسمع لنا هو قصف داخلي. نيران صديقة، رسائل ومسجات داخلية في إسرائيل، لغاية الآن الاهتمام كله بأنه هذا في الجبهة الداخلية الإسرائيلية داخليا وليس خارجيا. ناصر، يعني إذا أردنا أن نبسط المشهد، لا أحد يريد أن يعطي حبل النجاة لنتنياهو، والكل يريده أن يغرق. اليوم جدعون سعر منافسه داخل حزب الليكود هو قال نحن جاهزون للانتخابات الداخلية برايمرز، كتب على تويتر جدعون سعر كلمة واحدة هزت إسرائيل، كتب أنا جاهز. ويعني لم يبقى أحد في الليكود من جماعة نتنياهو إلا شتم جدعون سعر. هو زوجته مذيعة في التلفزيون الإسرائيلي قناة 12 معروف عند الليكوديين وعند المستوطنين، شكل خطر حقيقي على نتنياهو. إذا تسأليني على الصعيد الشخصي هل تتوقع أن يفوز نتنياهو أو أن يسقط؟ الغالب أنه أصبح يسقط، أخذ كل فرصه وفرص الآخرين أيضا. طب ناصر، إذن هذا بالنسبة لمسار تأليف الحكومة، بالنسبة للمسار القضائي بعد الجلسة التي حصلت، هل كيف سيكون استمرار هذا التحقيق معه؟ متى ربما قد يصدر حكم نهائي في تلك القضايا، قضايا الفساد لنتنياهو، وبالتالي قد يكون مسار القضائي أسرع من مسار الانتخابات؟ لا 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 لا، لن يرتبط استقرار الحكم في إسرائيل بهذا الموضوع. بالأمس آلاف خرجوا تظاهرات أمام المستشار القضائي، هتفوا ضده أمام منزل، وهذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل. بالمقابل حين كانت إيلات شكيد حليفته المتطرفة المستوطنة كوزير القضاء دمرت القضاء، هددت قضاة المحكمة العليا، تم هناك إطلاق نار على القضاء أحيانا، هذا لم يحدث إلا في الدول المتخلفة. وبالتالي نتنياهو دمر القضاء. الآن مسألة عزله، من أجل أن تعزل نتنياهو عليك أن تخلع المقعد كله، لم يعد تسليم حكم سلس، هذا أشبه بخلع سن من العصا. وبالفعل هو وكأنه يقول علي وعلى أعدائي، ربط كل الخيوط، بدأ خلط المال برأس المال بالاستيطان بالمافيا بالفساد بالحكم بالقضاء بالسياسة بالوجود. وبالتالي الآن مسألة نزعه عن الحكم مسألة تدميرية، تحتاج أن تدمر كل من حوله من أجل أن تخلعه على الحكم. نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم. مشاهدينا، نذهب إلى فصل قصير جدا الآن ونعود بعده لمتابعة المشهدية، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الاجتماعي.
عندما تنظرون إلى أنفسكم في المرآة ماذا تقولون لها؟ هل تدققون بتفاصيلكم؟ هل تحدثون أنفسكم بكلمات طيبة؟ هل تقسون على أنفسكم؟ هل تحزنكم جروحكم نتيجة حوادث ربما تعرضتم لها؟ في الواقع مناجاة الذات والتحدث إليها أمام المرآة يدفعان إلى الحكم بقسوة عليها، أحيانا ما يضعف ثقة الإنسان بنفسه. نحن الآن سنطرح سؤالا ونحاول إجابة عليه، هل الشكل الخارجي يضعف ثقة بالذات أم يقويها؟ والإجابة على هذا السؤال معنا المستشار النفسي فادي حلبي الذي هو أصبح معنا الآن في الاستوديو. مساء الخير وأهلا بك. شكرا. اليوم سيكون لدينا نماذج أيضا عن كيفية التخطي وتقبل الذات أستاذ فادي، بس أريد أن أسألك بداية، إلى أي مدى الشكل الخارجي ممكن أن يكون مدمرا لثقة الإنسان بنفسه وممكن أن يرفع من هذه الثقة في المقابل؟ طبعا الجسد هو هوية، وهالهوية لحتى أنا أقدر نظرتي لها بترتبط بالدرجة الأولى أنا شو الصورة اللي عندي إياها عن ذاتي. إذا أنا عندي صورة إيجابية عن ذاتي، يعني الخزان العاطفي تبعي أنا وصغير تعبى مثل ما لازم من أنا وصغير، طبعا هيدا شغلة كتير، لأنه في فرق بين الجسد وصورة الجسد. ممكن حدا يكون كتير حلو اجتماعيا متعارف عليه بس هو بيشوف حاله بشع، فإذا صورته عن حاله ممكن يكون بشعة. فالصورة هي اللي بتحدد نوعية العلاقة ببنية مع ذاتي، واللي جسمي هو جزء من هويتي كمان. هلأ إذا أنا وصغير خزاني العاطفة تملى، يعني من أهلي من المحيط تبعي بالمعنى تقدير الذات احترام الذات حب الذات، بيكون عندي مناعة نفسية لما واجه أي صعوبات بالحياة إن كان جسدية أو نفسية إنه أتعامل معها بليونة. بينما إذا عندي هشاشة نفسية ممكن ساعات المحن بالحياة إن كان جسدية أو غيرها تكون ردة فعلي قاسية. أنت استعملت كلمة تدميري، طبعا هيدا بالمعنى الإكستريم إذا صار معي شيء كتير كبير، ولكن طبعا هالنظرة ترتبط بالدرجة الأولى بجهاز النفسي وأنا كيف بنظر لذاتي. حلو. هنا إلى أي مدى الطفولة تؤثر على كل خياراتك أو على صحتك النفسية فيما بعد، أكان في عمر المراهقة أو حتى في المراحل فيما بعد؟ طبعاً اليوم نحن في شيء أنا بسميه قاعدة ذهبية، نوعية العلاقة ببنية بالحياة بتحدد نوعية حياتي بشكل عام. إذا أنا بنيت علاقة مع ذاتي صحية ومع الآخر صحية، أنا عندي قابلية أكبر أنه أنا أكون مليان حياة. بينما إذا أنا من وجد ظروف نتيجة علاقة مع الأهل ما كانت صحية، مع المحيط مع، ممكن تأثر بنمو النفسي وبالتالي بقابليتي كيف أنا بطلع الحياة، هل بيطلي إيجابية ولا بيطلي فيها اهتزاز بمكان ما. ولكن الشيء الأكيد أنه مهما كانت البرمجة اللي أنا تعرضت عليها أنا قادر بمكان ما عندي مساحة من الحرية أنه أرجع عيد برمجة حياتي وتقبل وتصالح وأخفر لذاتي وللآخرين الشيء اللي أنا تعرضته. أي عمر هيدا الشيء بيصير؟ هيدا الشيء بيقدر طبعا كل شخص، يعني بأي عمر تقريبا الإنسان بيصير يوعى أنه لازم يتصالح مع نفسه؟ أي. طبعا اليوم غير الطفولة والمراهقة لما نوصل لعمر البلوغ ويكون في عنا نظرة ذاتنا واقعية أكثر. يعني مش أنه عندي ممكن أنا أكون عن حالي صورة خيالية لأهرب من واقع معين. بينما إذا أنا عندي شو هي النضج؟ النضج أنه أنا مدرك لنقاط قوتي ونقاط ضعفي ومتصالح معهم، مش عم بعيش هروب أو دفاع عن النفس أو عم زدت على خيري على غير ضعفي. حلو. طب الآن سنعرض مبادرة جميلة جدا، يعني رصدناها على إنستغرام لمصور فوتوغرافي اسمه وليد شاه. وليد لديه قصة في عدم تقبل الذات بعد مرحلة معينة، ومن بعدها اتخذ قرارا بأن يصور الناس مع كل ما لا يحبونه ربما في أجسادهم، وهذه المسألة دفعت الناس أو ساعدتهم على تخطي ما لا يتقبلونه، يعني نعم. مثل علاج كانت نعم. لهؤلاء الأشخاص. نشاهد هذه التجربة الجميلة للمصور الفوتوغرافي وليد شاه. وأنا صغير وبالجامعة كنت ألعب كمال أجسام، كنت ألعب حديد، وصار لي إصابة بظهري في 2010. فمن 2010 حاولت كل شوي، كل ما جسمي يتحسن كل ما ظهري يتحسن أرجع للجيم أرجع للحديد، بس كل مرة بصيب حالي أكثر وأكثر. فبالآخر فقدت الأمل وبطلت ألعب رياضة. فبيوم عيد ميلادي قبل سنتين فت من النوم وصورت حالي صورة وأنا ماسك بطني،
وكتبت على على البوست على الانستغرام هذا جسمي هلا وانا مش مبسوط منه وكنت كنت العب كذا وكذا كذا وصار لي اصابه وصراحه مش حامل شيء. الناس كثير عجبهم ردة فعلهم كانت ايجابيه يعني انه احنا كمان حاسين نفس الشيء وشكرا انك قلت هذا الكلام. طلع معي هذا المشروع انه اروح استكشف حالات الناس يعني كيف بيتعاملوا مع اجسامهم وكيف حالتهم النفسيه بالنسبه لاجسامهم. فبالاول كانت شوي صعبه بس هلا الحمد لله في ناس كثير حابين يشتركوا بالمشروع. دائما بيقولوا لي يعني بس انه حدا يسمعهم هذا علاج لهم وكانوا بيدوروا على حدا بس يسمعهم. من هون للسنة الجاي أنا عم بصور أكثر بنفس المشروع Rock Your Ugly. فلو في أي حد حابب يشارك please reach out, get in touch with me. احكوا معي على الإنستغرام أو احكوا معي على الإيميل. إذن في تعقيدات كثيرة لدى الإنسان عندما يتعلق بالأمر بعلاقته شكله مع نفسه. وهنا يعني أستاذ فادي الأمر لا يتعلق فقط بإذا كان شخص عنده إعاقة معينة، لا، حتى يعني يمكن أحيانا نحن الناس بنحب نخلق مشاكل لنفسنا أوقات. أنا هيك بشعر أحيانا، صحيح يعني دائما نفتش عن النواقص الموجودة لدينا لكي تحبطنا. هلا طبعا بالروبورتاج اللي عم ينحكى عن هالتجارب للاشخاص اللي كسروا المحظور قدروا حكيوا عن شيء يمكن عندهم صعوبه كانوا بينهم بين حاله يحكوا عنه، لانه لما الشخص يتعرض لجروحات نفسيه او جسديه ان كانت تشوه او ندوب او حتى اعاقه ممكن هالاشخاص يختزلوا هويتهم انطلاقا من هيدي الاعاقه. أيوة. ونظره المجتمع اللي بتختزلهم كمان بهذا الموضوع بتخليهم يحسوا حالهم انه هن كانه في نحن وهن، يعني ما بيعودوا بحسوا حالهم هن مندمجين بالقالب المجتمعي وبيحسوا بالرفض او بالانعزال. فمتى هالاشخاص مثل ما قالوا بيحطوا كلمات على واقعهم بيكونوا عم بيقولوا للاخرين انت شوفني بغير نظره، شوفني بهويتي الانسانيه بالدرجه الاولى. وهذا بده شجاعه من جوا تواحد يقدر يعمله. كيف تتكون هالشجاعه؟ هيدي شجاعه اكيد نتيجه مسيره، واوقات بتقطع بضعف، بتقطع بوجع. إيه؟ وبتقطع بقدرتي انه انا بدي قرار. انا كثير حابه نحكي عن مرحله القرار لحتى اي شخص يشاهدنا الان لديه مشكله مع شكله مع نفسه كيف يتخذ هذا القرار بانه يريد ان يتقبل نفسه كما هي. نعم، شوفي كل انسان عنده مثل ما بيقولوا مسيرته. إيه؟ يعني في اشخاص بيقدروا لانه عندهم مكونات من جوا بتساعدهم اسرع من غيرهم، اقوى من غيرهم، اقوى ممكن من غيرهم، بسموهم ريزيلينت يعني متواعين اكثر، ما بينكسروا بسهوله. في اشخاص المحيط تبعهم بيساعدهم انه يامنوا بذاتهم اكثر ولانه في نظره تقبل. واليوم المجتمعات الراقيه هي اللي بتحترم الغيريه. أوه. مش الاشخاص اللي بنفسهم دائما يكون نحن مثل بعض، بتعزز الاختلاف. ايه، بتعزز وبتحترم انه انت ما بنختزلك باتيكات معينه جسديه او ثقافيه او دينيه او واتس ايفر، بالعكس نقبل انه الاختلاف يكون بمكان ما مساحه لننمو وننضج بطريقه مختلفه. فالاشخاص اذا بيوصلوا لهيدي المرحله انه انا اختلافي قيمه مضافه بحياتي، هو منه حجر عثره، بيكونوا وصلوا لمدرجه مصالحه مع الذات بتخلي الاخر ينظر لهم بطريقه مختلفه، لانه هي ديناميكيه تفاعليه، نظرتي لذاتي ونظره الاخر لإلي. اوكي، هذا الشيء اللي انا حابه اركز معك عليه كمان. من يعني معظم الحالات النفسيه التي نشاهدها آراء الناس بالشخص تؤثر عليه كان بشكل سلبي أو طبعا بشكل إيجابي. إلى أي مدى يعني أو بالأحرى كيف يمكن أن نعزل أنفسنا عن رأي الناس؟ يعني أن نحافظ على رأينا بأنفسنا بقطع النظر عن إذا هذا شخص بحبنا أو لا. شوفي نحن عايشين بثقافة فيها تنافسية عالية، يعني أنت قيمتك بتكون بشو بتنجز، قديش بتنجح، قديش بتبرز، هذا الشيء مش منيح، قديش بيجيك لايكات، قديش كذا. طبعا يعني نوصل للمنصات بكل معنى. اذا انا هويتي سعادتي مرتبطه فقط
بتقدير الآخرين لإلي، أنا دايما معرض لهشاشة معينة. بينما إذا بوصل لمرحلة أنا بميز بين شيء بنجزه وشو أنا كهوية إنسانية من الداخل، أنا بكون بمكان ما عم بحمي حالي إنه مثلا يتغير البرة ما بيتغير الجوة. كيف تقدر تكتشف هويتك الإنسانية؟ لأنه الإنسان افترضي مثلا أنت اليوم إعلامية حبيتي أول مرة تطلع الإعلام وتبيني وفي أضواء عليك، بس لما توصل نضج معين بطل الأضواء بتهمك، بتصير الرسالة اللي عم تعمليها. وإذا بطلتي بكرة سبيكري ما بتنهاري نفسيا أنا بطلت الفاز وراي وإلى آخره، يعني بتنبسطي فيها بالوهلة الأولى على مستوى تحقيق الذات، بس نظرتك الأعمى لذاتك هي لما أنت تقبلي حالك مثل ما أنا بطلت بحاجة للنجاح الخارجي تقدر ذاتي. يعني صار عندك استقلالية نفسية صحية على الآخرين. ما ورد في التقرير في كلمة مهمة جدا هي التنمر، وهلا كثير عم ينحكى عنها في العالم، وفي توعيه كبيره خصوصا للشباب الصغار على مساله التنمر اللي عم بتزيد جدا عبر وسائل التواصل. كيف نحمي انفسنا من راي الاخر الا يؤثر علينا عبر التنمر بشع على مواقع التواصل؟ برجع بقول لك تحديدا مواقع التواصل ايه صح. اليوم شو بنعمل يعني؟ اليوم يعني ما بقى نقرا، ما لا بقى اليوم طبعا الهويه نعمل بلوك. الهويه الافتراضيه جزء منها ما فيها ننكرها، ولكن برجع بقول اليوم في احد الكاريكاتوريين يمكن اسمه سانتي بيقول انه صور انه مره بدفن زوجها، طلعت وراها شافت ده الشخصين بالدفن، قالت غريب مع انه عنده 2000 شخص على الفيسبوك. انه بمعنى انه مش الهويه الافتراضيه هي بتعزز قيمتي الذاتيه او حقيقتي الواقعيه. طبعا. اذا انا بمني مملكه على الفيسبوك او على السوشيال ميديا وانا ما عندي مملكه داخليه بقدر من خلالها ذاتي، انا رح ضلي يعني قابل للهشاشه من خلال نظره الاخر. احد معايير النضج الانساني انه انا نظرتي لذاتي هي اللي بالدرجه الاولى بتقيمني مش نظره الاخر، نظره الاخر بس تعطيني شيء بنسميه فيدباك، يعني راي، ولكن مش هي بتحدد قيمتي او مهارتي او 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 انسانيتي. وهذا المجتمع اللي برجع بقول لك الناضج يلي بيعرف يميز بين اختزال الاخر ان كان بشكل او بانجاز او بموقع اجتماعي او بقيم اعمق بتخلينا ننظر لانسانيتنا يلي هي عرفتها بالاول نوعيه العلاقه المبنيه مع حالنا، يا هي نوعيه صحيه يا هي نوعيه بترضخ لهيدي المعايير الاجتماعيه، يعني مش هي دائما هي صحيه. طب في مسألة وهذا حتى بأماكن العمل بلشوا يعولها. في عنا بزنس مان كتير ناجحين بس النجاح ما بيعني السعادة. فيني يكون ناجح كتير بالحياة بس ماني سعيد، بالتالي السعادة ما بترتبط بس بالإنجاز، هي أبعد من هيك بكتير. هلأ رحنا على محل كتير مهم في الواقع وبيحتمل أنه نعمل حلقة عنه، مفهوم السعادة ما هو؟ دايما الناس بفكروا السعادة بأمور يمتلكونها وليس أمور يشعرون بها. في مسألة أيضا هامة هي إخفاء الندوب، إخفاء ندوب الجسد. هي كيف بتفسرها أولا نفسيا؟ هي لاستعادة هذه الثقة بالذات، يعني عندما نخفي ندوب جسدنا أو جرح معين، سيكاتريس على الجسد أو شيء هيك، هي تعتبر لإخفاء لإعطائنا الثقة بالنفس ربما قد لا تكون حقيقية في معظم الأحيان. مأكد إذا أنا هذا جرح بعدني مش متصالح معه أو بعد صار جديد، يعني تعرضت لحادث معين وإلى آخره أو تشوه معين، مأكد أنه الشخص بده وقت ليرجع يتصالح مع هذه الصورة الجسدية الجديدة، فبفضل يعمل نوع من النكران ما يشوفها، وخاصة قساوة النظرة الأخرى بتيجي من برا قديش أوقات كمان بتخليني اختزل حالي بهذا الجرح. بينما بعدين مع الوقت مثل ما عملوا هالأشخاص بالريبورتاج تجرأوا يكشفوا عن هذا الجرح. هالأشياء هالفن كيف بيساعدك تخلص من هالعقدة؟ هالمنصة هي بحد ذاتها مثل ما قال هو فيها تكون نوع من علاج، بمعنى أنه أنا ما بقى عايشة بالتابو، مش عايشة أنه أنا متخبية ورا ماسك معين، يا بتقبلوني مثل ما انا يا صارت مشكلتكم لانه انا كسرت هذا الحاجز، بالتالي صارت علاقتي مع حالي صحيه، بقدر ساعد ناس يفوتوا معي بعلاقه صحيه اكثر. وهيدي بنشوفها كثير مع الاشخاص اللي عملوا مشوار مع زيتون وقدروا ساعدوا الاخرين يقبلوهم مثل ما هن، بس بدها جرأه وبدها مشوار وما بتجي بالهين، اوقات الطريق بيكون معبد ببعض التحديات. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ فادي حلبي المستشار النفسي على هذه الاضاءه الجميله والعميقه والتي تدعو الى التفكر ايضا كثيرا، شكرا لك. الكلمه الاخيره للحياه بدها تكون مش لشيء ثاني. ايه حلو، الانتصار لاراده الحياه.
مشاهدينا، سنختم الآن مشهد اجتماعي، ولكن سنذهب الآن معكم إلى الفضاء، حيث كشف ملياردير أمريكي ورئيس شركة سبيس إكس عن النسخة الكاملة لنموذج المركبة الفضائية الجديدة ستارشيب في منشأة الشركة في ولاية تكساس الأمريكية. هذا الصاروخ يبلغ طوله 164 قدماً ويبدأ في رحلات تجريبية على ارتفاعات عالية في الأشهر القليلة المقبلة. ونشر ماسك مقطع فيديو قصيراً من داخل المركبة للحظة الإطلاق، ويظهر أيضاً هذا الفيديو لقطات من داخل حاوية الشحن الضخمة التابعة للمركبة والتي تبلغ سعتها نحو 100,000 كيلوغرام. من الفضاء سننزل الآن مجددا إلى الأرض، إنما سنطير ونجول العالم في المشهد أونلاين. كيف؟ سنعرف الآن. في ناس اختاروا أن يعيشوا المغامرات والسفر والترحال، وأن يكون هذا العالم هو عالمهم. التنقل من بلد إلى آخر، نتحدث عن فئة من الناس هم مدونو السفر أو المؤثرين في مجال السفر وحياتهم دائمة الحركة. عن عالمهم وحياتهم سنتحدث الآن إلى مؤثر فلسطيني هو معتصم علاوي، الذي ينضم إلينا الآن من شي محل على كوكب الكرة الأرضية. مساء الخير معتصم. ألا كيف الحال؟ معتصم، يعني عم نجرب نحظى فيك، صرنا كذا أسبوع وأنت مختفي، ساعة ما عندك انترنت، ساعة وينك هلأ؟ بأي أدغال؟ أنا هلأ والله الأسبوع الماضي واللي قبله كنت في سريلانكا، بعدين رحت على المالديف. هلأ أنا بالهند وعم بمشي بقطار 15 ساعة. وعم نجرب يعني نفتح سكايب وما عم يزبط سكايب لأنه ما في إرسال، لأنه قطار يعني برا المدن. يلا شي حلو، هيك حاسين نحن بالمغامرة معك كمان بالقطار. هلا قد ايه سرقاتي من الرحلة ال 15 ساعة؟ ساعتين ونوصل بكرة الصبح، احنا هلا الساعة عندنا 11:30 بالهند. اوه بعد عندك مشوار طويل. طيب معتصم، اسألك كثير من الأمور عن حياتك الدائمة التنقل، بس قبل ذلك سنشاهد سويا كيف أنت تعيش حياتك، وشو هو الفلسفة التي تتبعها خلال سفراتك وأيضا على منصات مواقع التواصل. نشاهد سويا معتصم علاوي. نستهلك أيام حياتنا وإحنا بنحاول نوازن بين شو بنحب نعمل وبين شو نفرض علينا نعمل. بنعيش أمام جدار عازل كبير بين طموحاتنا وشغفنا وبين التحديات والتقاليد اللي انفرضت علينا. أنا معتصم عليوي، رحالة وصانع محتوى عن السفر المجنون والمغامرات. قررت أنحاز وأوقع بالطرف المجنون من حياتي، لأن الحياة في المنتصف بتخليك بعيد نصف المسافة عن حلمك بين شو بدهم وشو بدك. أعيش حياة مجنونة عنوانها الاستكشاف والمغامرة والاندهاش. انحيازنا لطموحاتنا رح يصنع منا المهندس البارع والفنان المبدع والمسافر المغامر، ورح يخلي مجتمعاتنا مليانة شغف بدل ما هي مليانة روتين. فانحازوا لطموحاتكم، هاي رسالتي للعالم. حلو معتصم، من أي سنة بدأت تنحاز لطموحك؟ في أي عام؟ بلشت صراحة، قصتي بلشت بعد ما أنا طلعت من السجن. نعم. بال 2014 آخر 2014 وانمنعت من إني أسافر من فلسطين. أها. كنت أسير يعني؟ كان جاي بالي أطلع. كنت أسير، فقررت أطلع على الجبال. وصرت أطلع فلسطين على جبال، ولما بتصير تتحرك حسب نفس بلدك بتصير بدك تشوفي أكثر، بدك تشوفي أكثر. فبعد بسنة ونص سمحوا لي أسافر، وكان عندي
يعني عدد منيح من الفولورز بسبب اللي كنت ألف في فلسطين. وبالتالي تطورت الموضوع ولفيت في الأردن وبعدين رحت على إفريقيا وبعدين بلشت أطور الموضوع وبلشت أعمل لإلي دخل يكفيني أضل أسافر من السفر وظل يتطور مع الموضوع. صرت أعمل محتوى مكتوب بعدين مرئي صرت أعمل حلو. فيديوز وهلأ صار أكيد. عندي يعني شركة للمغامرة. حلو صار عندك شركة يعني من أسير يريد أن يشاهد العالم أو يرى العالم إلى مغامر لديه شركة. هنا أكيد في كتير شباب عم يحضرونا ويتساءلون كيف بتبني هذا العالم، يعني كيف بصير السفر هو مصدر دخل لك؟ جميل. في كتير ناس بالعالم بيسافروا وبيعملوا دخل من السفر في كتير طرق، بس نحكي على الطرق العامة. فعليا هلا عندنا السوشيال ميديا، إذا أنت بتفكر بمحتوى عن السفر مختلف عن الناس، لأنه في كتير ناس عن السفر بيحكوا على السوشيال ميديا. فهيك أنت ممكن تبني لك قاعدة جمهور، ومن قاعدة الجمهور هذول ممكن تعمل فيديوهات تبيعها على قنوات، ممكن تعمل بزنسز مع شركات، وممكن كمان بما انه صار عندك اسم وصار عندك خبره بالرحلات زي ما انا هلا عملت، فتحت شركه انا وشيكي قاسم ابن حتوته وصرنا انا وياه نصمم رحل وناخذ ناس يعني على هاي الرحل، ولكن الرحل هاي الموجوده بشركات سياحه وبالتالي بتتطلب منا انه نعمل انترفيو ملائم للرحله قبل ما نقبله يطلع معنا على واحده من الرحل. معتصم هي رحلة مغامرة مش رحلة سياحية. حلو. واضح أنت بتحب كتير المغامرة يعني وبكل الفصول، يعني مثل عم نشوف هلأ على التلج وبالصيف وكل شيء. لماذا رغم أنه صار عندك دخل مريح يعني لتحيا، لماذا ما زلت تفضل، يعني أنا كنت عم بحضر لك أكثر من فيديو وبتقول أنه السفر ما لازم يكون يعني مكلف كتير كمان، لماذا يعني أخذ هذه الناحية السفر غير المكلف فيه مغامرة؟ حتى المغامرات يعني يمكن أن تكون غير مكلفة، عدم السكن في أوتيلات الفايف ستارز يعني الخمسة نجوم. ليش؟ لأنه يعني بأي دولة هلأ إحنا فيها بالعالم أي حدا من المشاهدين يتخيل حاله بالمدينة اللي هو فيها، خصوصا خلينا نحكي عن الكابيتال سبع دولنا، تخيل حالك بالعاصمة بيروت بعمان بأي مكان، وتخيل حالك بالشارع برمضان مثلا بنفس الوقت بالشيراتون بنفس الوقت بالشيراتون، مستحيل تحس برمضان، ممكن تاكل بيتزا وتشرب اي شيء. هلا انت عم تقول لهم دعايه بس زميت فيهم للجماعه يعني. يعني انا بحكي على الاستاذ هطل، فانت تطلع على الناس من السطوح وبتطلع تحت في ناس عم بتصوم وعم بتمارس الكلتشر وعم يعني في 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 شيء ثقافي عم بيصير وانت بعالم اخر، ولكن نعم لا راح تكون احتكيت بالبلد وبروح البلد. فانا هلا مثلا الطيارة والطيران هون كثير رخيص بقلب انديا، بس انا تجربة القطار بالنسبة لي هلا انا بقطار في اكثر من 1000 هندي كلهم كوامين حوالي، كل واحد نايم باكلوا مع بعض بتخوت وبيمزحوا، عم بشوف كيف الناس عم بتعيش، عم بشوف الهنديين عن جد. هلا معتصم انت 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 عم بتشوف الهند بس ضريتنا لقلنا يعني هذا لحقه من الضرر، ما قدرنا نشوفك على الشاشه. شكرا كثير معتصم. من فلسطين الى العالم، روح المغامره لديك عن جد تحتذى. معتصم علوي المغامر الفلسطيني والمدون والمؤثر الفلسطيني على انستغرام. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليله ولهذا الاسبوع تقريبا، يعني لأنه غدا سيكون لدينا مشهدية خاص وضيف فيها رجل الأعمال الغني عن التعريف طلال أبو غزيري، الذي يعني الكثيرون كما نعلم تأثرون بمسيرته في مجال الأعمال. سيتحدث لنا عن واقع العالم راهنا في صراع القطبين الأمريكي والصيني في المجال الاقتصادي والمالي، والكثير أيضا من التفاصيل المثيرة التي يجب أن تعرفون أكثر عنها. من الآن إلى الغد اكتبوا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل تويتر، إنستغرام وفيسبوك، وإلى اللقاء.